التقت الجزائر مع فيلي وفريقه سانتوس. كلام عثور بلدي لا انترفنسيون لي جابيل دي جيلما خاضت الجزائر المقابلة الند للند وتميز اللعب بالفنيات حتى أظهر المتفرجين. في تلك المباراة برز سالمي المراود. قام سامي بتسديدة قوية اصطدمت بالخشبة الأفقية للمرمى. افتتح باب التسجيل توني نيوز لصالح البرازيل في الدقيقة 41 على إثر لقطة جميلة، وكانت نتيجة الشوط الأول 1-0. هيمن الفريق الجزائري على الشوط الثاني وضيع عدة فرص للتسجيل. تألق كل من عاشور، زيريدي، كالان، يوروبا وسامي على الميدان حتى عدلت النتيجة من طرف فريحة العظيم ابن وهران البادية. بعد انتهاء المقابلة أسعف الحظ سيريدي الذي استطاع أن يكسب قميص الأمير بيلي ولا يزال يحتفظ به وكأنه لا مثيل له.